السيدات والسادة، مساء الخير. المخاطر في عصرنا الحاضر لم تعد تهدد دولة بعينها ولا إقليما ولا حتى قارة وحدها. العالم يعيش خطرا كبيرا اسمه تغير المناخ، خطر يهدد كوكب الأرض والبشرية كلها. مدن، غابات، سواحل، دلتا، أنهار مهددة بالاختفاء من الخريطة. دخلت قاموس حياتنا اليومية عبارات مفزعة مثل الانبعاث الحراري، ذوبان الجليد، التصحر، موجات متزايدة من الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات. ووسط المعاناة الشديدة لشعوب العالم حالياً من نقص الغذاء وأزمات الطاقة، بات هم البشرية الأول هو إنقاذ الأرض من غضب الطبيعة. في نوفمبر القادم تستقبل مدينة شرم الشيخ قادة العالم في قمة جديدة لمواجهة التغيرات الحادة والمتعلقة بالمناخ. واليوم نلتقي في حديثنا من مصر مع خبيرة مصرية وعالمية مرموقة في مجال البيئة، خبيرة لفتت مبادراتها الشجاعة في مصر أنظار العالم. نتحدث معها عن قمة المناخ وعن البيئة المصرية، كيف نحميها ونحمي معها صحة المصريين. أهلا بكم.